کہ وہ آئیں اور بقراءت امام ابو جعفر من کتاب الدرہ تردیلاً تلاوت کلام پاک پیش کریں شعبہ ثانیہ کے ساتویں مصاحب بلال کو سنبا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا خاشعين لله
جميل جميل أحسنت من الولد اللهم عظيم أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب ما شاء الله تمام يا ولد أحسنت ما شاء الله لا Oh,
يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي